السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب كيمياء 1، أهلا بيكم. إن شاء الله نبدأ درسنا الجديد وتابع التفاعلات الكيميائية. ده تاني درس بالنسبة للتفاعلات الكيميائية. أخذنا الحصة اللي فاتت نوعين من أنواع التفاعلات، وهو أول واحد تفاعلات التكوين، تاني نوع تفاعلات الإيه؟ الاحتراق. وقلت ان بعض تفاعلات الاحتراق تمثل بالنسبه لي تفاعل تكوين، لانها بينتج ناتج واحد. في حاله انتاج ناتج واحد من الاحتراق اطلق عليه كذلك بالاحتراق، اقول عليه تكوين. ولكن في بعض تفاعلات الاحتراق ممكن ينتج منها ناتجين، ففي الحاله ديت هي احتراق فقط، لان في الحاله دي بيتكون معايا زي ما حصل احتراق الميثان في جو من الاكسجين، اداني ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء، وبخار الماء، ففي الحالة دي أطلق عليها احتراق فقط. النهاردة هنكمل ونخش ونشوف باقي التفاعلات الكيميائية. طبعا التفاعلات الكيميائية لو هبدأ أتكلم عليها لتاني ثالث نوع من أنواع التفاعلات الكيميائية، طبعا حصة النهاردة تابع التفاعلات الكيميائية. تابع التفاعلات الكيميائية. رقم 3 تفاعلات التفكك. تفاعلات التفكك. تفاعلات التفكك المقصود بيها ان يبقى عندي A P يدينا A زائد B، وهي التعريف بتاعها هي تفاعلات يتفكك فيه المركب واحد لإنتاج عنصرين أو أكثر أو مركبات. يبقى هي تفاعلات يتفكك فيه مركب واحد لإنتاج عنصرين أو أكثر أو مركبات. يبقى معنى الكلام ده إن التفاعل ده بيتم عن طريق إن يتفكك فيه مركب واحد علشان تنتج يا إما عنصرين طبعا او اكتر او مركبات. يعني هتديني عناصر يعني هتديني مركبات نتيجه التفكك، هتديني عناصر هتديني مركبات نتيجه الايه؟ التفكك. هناخد مثالين، وطبعا المثالين دول ليه؟ لان انا عمليه التفكك دي بتحتاج كميه من الطاقه. يعني ايه؟ قال لي يعني تفاعلات التفكك دي تحتاج الى طاقة. قد تكون الطاقة دي حرارية او كهربية او ضوئية. يبقى معنى الكلام ده انا هحتاج طاقة عشان اعمل عملية الايه؟ التفكك دي. هناخد العمليات ديت واديك مثال لتفاعل احتاج حراره وحدث تفكك، احتاج طاقه كهربيه واحتاج وحصل له تفكك. طيب نشوف المثال الاولاني. احتراق وليست احتراق تفكك مطرات الامونيوم. تفكك مطرات الايه؟ الامونيوم. نشوف مطرات الامونيوم. مطرات الامونيوم رمزها NH4NO3، اسمها مطرات الامونيوم. دي مجموعة المطرات
ودي مجموعه اسمها ايه؟ الامونيا، فاسمها مطارات الايه؟ الامونيا. نشوف عمليه التفكك ليها ازاي؟ قال لك ان اتش 4 ان او 3 هتحتاج حراره، ده رمز الحراره، هتديني ان 2 او زائد 2H2O. بص كده بشكل المعادلة من غير ما اعرف الرموز بتاعتي، هي AB اتفكت ليه؟ لA زائد A زائد B. يبقى هو تفكك مركب. واحد باستخدام طاقة نتج عنها مركبين جديدين، أو ممكن تدي عنصرين حسب نوع المركب اللي هيتفك. تمام؟ طيب التفكك ليه التفاعل ده، كده حدث عملية تفكك لنطرات الأمونيوم، نطرات الأمونيوم اتفككت لإيه؟ لأكسيد النيتروز مع خروج الماء، مع خروج الإيه؟ الماء. تمام؟ ده بالنسبة لتفاعل انحلال نترات الايه؟ الامونيوم. تمام؟ طيب تفاعل انحلال نترات الامونيوم ده، المادة دي لما دخلت كانت مادة سوليد، خرج منها غاز اكسيد النيتروز وخرج منها بخار الماء. طبعا نتيجة الحرارة اللي موجودة المية بتبقى في شكل ايه؟ غاز، في شكل ايه؟ غاز. ده تفاعلات الايه؟ التفكك. وتفاعلات التفكك لو تقارن ما بينها وبين تفاعلات التكوين هتلاقيها الايه؟ العكس. يعني ايه؟ قال لي تفاعلات التكوين عباره عن A زائد B يدينا AB. يبقى كده انا عندي الاثنين معاكسين لايه؟ لبعض. اذا كان تفاعلات التفكك وتفاعلات الايه؟ التكوين. طيب ده اول مثال لتفكك، وتفكك الى مركبين، وتفكك الى ايه؟ مركبين. طيب هاخد مثال تاني، هاخد مثال تاني ولتفكك تاني، واللي هينتج من التفكك ده عنصرين، واللي هينتج من التفكك ده ايه؟ عنصرين. بس مش هستخدم هنا حراره، هستخدم فيه طاقه تانيه. تمام؟ اللي هو تفكك أزيد الصوديوم، أزيد الايه؟ الصوديوم. وأزيد الصوديوم بالنسبة لي هو ان ايه؟ ان 3. ايه أزيد الصوديوم ده؟ أزيد الصوديوم دي مادة صلبة موجودة في حياتنا العملية بنستخدمها، اللي هي موجودة في الاير باج في السيارات. ازاي؟ انا بقى انا كل المعلومة عندي ان السيارة فيها اير باج، اير باج. الاير باج اللي موجود ده عند حدوث اي اكسيدنت او صدمة او حدث، في الحالة دي بيحصل عملية خروج وانتفاخ للبالون او للكيس بداخل الايه؟ السيارة لحماية السائق والركاب. تمام؟ طب ايه اللي حصل؟ ايه الميكانيزم اللي حصلت علشان يحصل عملية انتفاخ للإيرباك في السيارة؟ ان المادة دي موجودة بداخل الايه؟ الإيرباك. مادة ايه؟ أزيد الصوديوم. اللي بيحصل بالظبط ان بيحصل عملية مثلا حدوث الايه؟ الصدمة ديت. الصدمة دي بتحصل بوجود مادة او سنسور موجود في المقدمة الأمامية عند منطقة الصدمة دي، بتتولد لك منها شرر كهربي. الشرر الكهربي ده بيؤدي لانحلال أزيد الصوديوم، ينحل أو يتفكك أزيد الصوديوم إلى صوديوم زائد نيتروجين. صوديوم وايه؟ ونيتروجين، وهو ده الغاز اللي بيدي الامتلاء الايرباك. طيب
المعادلة بتاعتي بتقول 2 NA N 3 تتفك الـ A لـ 2 NA زائد 3 N 2. اللي حصل إن أنا عندي المادة الصلبة اللي هي أزيد الصوديوم، لو هيحصل لها عملية انحلال هتفك الايه؟ لصوديوم سوليد مع خروج غاز الايه؟ النيتروجين. يبقى كده اتفك ازيد الصوديوم الى صوديوم مع خروج غاز الايه؟ النيتروجين. يبقى اذا ده برضه تفاعلات تفكك اي بي، هيتفك الايه؟ ايه زائد ايه دي، بس هنا اللي خرج معايا ايه؟ عنصرين. يبقى كده عمليه التفكك وجود، وايه اللي حصل فيها؟ الطاقه اللي استخدمها شرار كهربي، شرار ايه؟ كهربي. ادي الشراره الكهربيه اللي استخدمها، شراره كهربيه استخدمها او استخدم طاقه لعمليه انحلال، ازيد الصوديوم الى صوديوم وتصاعد غاز النيتروجين اللي ملا البالون. بيبتدي املاء البالون ده فتره زمنيه حوالي فتره 20 ثانيه، ثم بعد كده بيحصل عمليه تفريغ عشان حتى بيراعي ان هو ما ياثرش على الشخص اللي ممكن يحصل اصطدامه بيه بالبالون ده او حدوث عمليه الايه؟ الاختناق. يبقى كده ده تاني فوق، تاني نوع من انواع التفاعلات، وهي تفاعلات الايه؟ التفكك. يبقى كده خدت الثلاث انواع بتوع التفاعلات الكيميائيه. اول واحد تفاعلات التكوين، ثاني واحد الاحتراق، ثالث واحد النهارده اللي هي تفاعلات الايه؟ التفكك. وهي دي تفاعلات الايه؟ التفكك، ان الماده تتفكك تتفكك المادة فيه اللي هو المركب الواحد لإنتاج عنصرين أو أكثر، أو إنتاج مركبات، أو إنتاج إيه؟ مركبات. أخدت التفاعلين وأخدت المعادلتين لحدوث عملية الإيه؟ التفكك. تمام؟ أول معادلة اللي هي انحلال اللي هي تفاعلات انحلال نترات الإيه؟ الأمونيوم. نترات الأمونيوم لا تنحل، تنحل الإيه؟ لأكسيد النيتروز مع خروج مية. تاني واحدة اللي هي تفاعلات التفكك، اللي هي تفاعلات انحلال أزيد الإيه؟ الصوديوم، أزيد الصوديوم. تمام؟ طيب نشوف النوع الجديد من أنواع التفاعلات، وآخر نوع من أنواع التفاعلات وهي تفاعلات رابع نوع، أربعة تفاعلات الإحلال. تفاعلات الإحلال دي نوعين، يا إحلال بسيط يا إحلال مزدوج. شوف الرموز بتاعتها، A زائد B X يدينا A X زائد B. كده اللي حصل ان الـ A هيحل محل الـ B والـ B يخرج، والـ B ايه؟ يخرج. في الحالة ده اسمها احلال ايه؟ بسيط. الاحلال المزدوج بيبقى A X زائد B واي هيدينا ايه؟ بص كده معايا، الاي هيجي مكان البي، والبي هيجي مكان الاي، الاي يجي مكان البي، هيخرج معايا اي واي زائد بي اكس. ده احلال ايه؟ مزدوج. ولكن ده
احلال بسيط. احلال ايه؟ بسيط. طيب هل انا اخد الاثنين دول النهارده؟ لا، انا هتعامل بس مع الاحلال الايه؟ البسيط. مع الاحلال البسيط. يبقى نتكلم على الاحلال البسيط ونشوف. يبقى رقم ألف في تفاعلات الاحلال وهو الاحلال الايه؟ البسيط. لقيت في حاجة تانية هنا، ممكن رقم واحد احلال فلز محل الهيدروجين. رقم اتنين احلال فلز محل فلز اخر في محاليل املاح. هنشوف. وثالث واحد احلال لا فلز محل لا فلز، اللي هما عناصر الهالوجينات. الهالوجينات، وهنشوف الهالوجينات دول عبارة عن أربع عناصر بيلعبوا اللعبة دي مع بعض، بس ليهم ترتيب، مين يقدر يحل محل مين ومين ما يقدرش يحدث العكس. تمام؟ يبقى كده عندي تفاعلات الاحلال البسيط ثلاث أنواع. طبعا إحلال فلز محل الهيدروجين أو إحلال فلز محل فلز آخر. وهنا برضه في ترتيب، يعني مش الموضوع ماشي عشوائي، ده يحل محل ده وده يحل محل ده بشكل عشوائي، لا، لها قاعدة ولها أهمية، يعني فيها متسلسلة يطلق عليها متسلسلة النشاط الكيميائي. متسلسلة النشاط الكيميائي هتتم ازاي؟ المتسلسلة دي علشان تتم قدامي لازم ابص ايه عليها. لو فتحنا الكتاب صفحة 127، افتح كده معايا الكتاب ونبص مع بعض على المتسلسلة النشاط الكيميائي، ونبص ترتيب العناصر هيترتب العناصر ازاي، وهقدر اوصلها ازاي، واعرف مين يحل محل مين، ومين ممكن يديني التفاعل وممكن مين ما يدينيش التفاعل. ادي متسلسلة النشاط الكيميائي. هي متسلسلة النشاط الكيميائي هو ترتيب العناصر الفلزية ترتيبا تنازليا حسب النشاط الايه؟ الكيميائي. ترتيب العناصر الفلزية ترتيبا تنازليا حسب النشاط الكيميائي، والمتسلسلة لغاية هنا. تمام؟ لأن اللي تحت دول الهالوجينات. ودول الفلزات. تمام؟ طيب أنا عايز من الفلزات دي حاجة. الفلزات دي بتترتب العناصر حسب نشاطها الكيميائي، يعني إيه في الترتيب ده؟ قال لي يعني أعلى عنصر هو أعلى نشاط كيميائي، وأسفل عنصر هو أقل نشاط كيميائي، وهو مين؟ الذهب، واللي بيسبقه مين؟ البلاتين. العناصر دي قيمتها المادية غالية، لأن نشاطها ضعيف، مش سهل إنها تتفاعل مع أي حاجة، يعني الذهب ده قيمته غالية، بيحافظ على نفسه، مش سهل جدا إنه يتفاعل مع أي مادة. طب وإيه اللي بيعمله؟ قال لي بيحافظ على حالته، ما يتفاعلش، ممكن عملية ارتداء الملابس ويحصل عملية مثلا غسل المواعين أو بعض الملابس، والحالة ديت بتغسلها وما بيحصلش أي تأثير، ما بيحصلش أي تأثير من المادة المستخدمة، لأن الذهب مادة شبه خاملة لا تتفاعل مع المواد، نشاطيتها ايه؟ ضعيفة، عشان كده قيمتها غالية. الحاجة الوحيدة اللي تؤثر في الذهب هو الزئبق. الزئبق ياكل الذهب. ده عدو الذهب اللي هو الزئبق، لكن غير كده ما يأثرش عليه أي مادة ايه؟ أخرى. طيب ده تسلسل عناصر، تسلسل
كيميائي حسب النشاط. خد بالك انا عايز اعمل حاجة، انا عايز احط في المكان ده ال H، هنا حط لي الهيدروجين، كله يحط الهيدروجين في ترتيب متسلسلة عندك في الكتاب في المكان ده. ليه؟ لان العناصر اللي فوق الهيدروجين هي اكثر نشاط من الهيدروجين. يعني ايه؟ تقدر العناصر اللي فوق الهيدروجين دي انها تحل محل الهيدروجين. والهيدروجين موجود فين؟ اللي موجود في المية، هي موجود في الاحماض، لان مادام قلت حمض بيبدا بيتش، اي حمض بيبدا بايه؟ بيتش. فاللي بيحصل بالظبط في اول تفاعلات الاحلال البسيط اللي هو احلال فلز محل هيدروجين، احلال فلز محل الايه؟ الهيدروجين. واحلال فلز محل الهيدروجين هنشوف مع بعض هيقدر يحل محله ازاي. ناخد اول حاجه احلال فلز محل الايه؟ الهيدروجين. احلال فلز محل هيدروجين الماء. الفلز بالنسبه لي هو الليثيوم، واول عنصر متسلسله النشاط الايه؟ الكيميائي. هجيب 2Li زائد 2H2O اللي هو الميه، اللي هينتج معايا 2LiOH زائد AH2 متصاعد غاز. اللي حصل قدامي هنا ان الماده دي صلبه، حطيتها في الماء السائل، نتج معايا محلول ماء من الاي كيو مع خروج غاز الهيدروجين. الرموز دي انا مش عارف عماله تكتب قدامي، مواد صلبه برمز لها بالرمز اس، مواد سائله برمز لها بالرمز ال، يبقى صلبه اس سوليد، سائله ال ليكويد، غازية شكل غازات ارمز لها بالرمز ايه؟ جي. طيب لو كانت محلول مائي، محلول مائي ارمز لها بالرمز ايه؟ كيو. يبقى كده انا عندي الحالة الفيزيائية بقدر احددها في المعادلة واعرف حالتها الفيزيائية. انا عندي هنا الليثيوم دخل في الشكل الايه؟ الصلب، وضعته في الماء والماء ايه؟ سائل، كون معايا هيدروكسيد الليثيوم مع خروج غاز الهيدروجين، يبقى كده هيدروكسيد الليثيوم اي كيو، يعني محلول ايه؟ يعني محلول مائي، والهيدروجين خرج على شكل ايه؟ غاز. التفاعل ده بيدل على تفاعل احلال فلز محل هيدروجين، والهيدروجين ده هيدروجين الايه؟ المية، هيدروجين المية. وممكن ناخد تفاعل تاني لتفاعل احلال فلز محل هيدروجين الحمض، يعني اجيب لك حمض واحط لك قدامه فلز يتفاعل معاه ينزل الفلز محل الايه؟ الهيدروجين. طيب ده اول حالة، بس شرط اساسي، شرط اساسي عشان يحدث التفاعل ده لازم يكون العنصر بيسبقه في مسلسله النشاط الايه؟ الكيميائي، وفعلا الليثيوم بيسبق الايه؟ الهيدروجين. تمام؟ طيب هنعمل نفس اللعبه ونفس الحكايه وتفاعل احلال فلز، بس مش محل الهيدروجين، محل فلز اخر، بس بشرط ان الفلز اللي هستخدمه الاولاني لازم يكون سوليد. هحطه في محلول ملح اي كيو، محلول ملح، ونشوف مع بعض ايه اللي هينتج. المعادله مكتوبه قدامي، لا انا هكتبها لك وهنشوف مع بعض هتعامل معاها ازاي. رقم 2 احلال فلز محل فلز
آخر، بس يجب أن يسبقه فين؟ قال لي في متسلسلة النشاط الكيميائي. متسلسلة النشاط الايه؟ الكيميائي. يجب ان يسبقه في متسلسلة النشاط الكيميائي. والتفاعل هنا هيتم ما بين النحاس ونترات الفضة. نحاس Cu زائد Ag NO3 هيكون معايا Cu، افتح قوس، NO3 الكل باي 2 زائد Ag. التفاعل ده مش موزون، والعملية الوزنة بتاعته أنا عندي النترات والفضة. النترات هنا كانت داخلة واحدة، ولكن هي خرجت هنا إيه؟ اتنين، فلازم أزودها. طبعًا لما زودتها عشان تبقى متساوية زودت مين؟ الفضة، والفضة لازم تخرج إيه؟ اتنين. نيجي للحالة الفيزيائية. الحالة الفيزيائية اللي موجودة قدامي هنا إن النحاس لازم يكون صلب، يعني صلب. هحطه في محلول مائي اي كيو، ما هو ايه؟ احلال فلز، محل فلز اخر. خد بالك، حط بين قوسين في محاليل املاحه، في محاليل ايه؟ املاح. لازم يكون الفلز الاخر موجود في محلول مائي، يبقى محلول مائي من نترات الايه؟ الفضه. يبقى ده صلب وده محلول ماء. كده يتم التفاعل، بس بشرط اساسي ان النحاس بيسبق الفضه في متسلسله النشاط الكيميائي. طب هل النحاس بيسبق الفضه في متسلسله النشاط الكيميائي؟ مش عارف. بص كده مع بعض، فين النحاس؟ النحاس ليثيوم، ريبيديوم، بوتاسيوم، صوديوم، مغنيسيوم، المونيوم، منجنيز، خرسين، حديد، نيكل، رصاص. نحاس، ادي النحاس. وفين الفضة؟ ادي الفضة. النحاس بيسبق الفضة؟ النحاس بيسبق الفضة. طب النحاس يحل محل الفضة في محاليل املاحه؟ النحاس يحل محل الفضة في محاليل املاحه. يعني التفاعل اللي قدامي ده يتم؟ يتم، ويحدث بالظبط كده معايا ان النحاس يحل محل الفضة. يكون معايا ايه؟ يبقى النحاس هيحل محل الفضة ويكون معايا نترات نحاس، نترات نحاس مع خروج الايه؟ الفضه. نترات النحاس دي هتكون اي كيو، يعني دخل في الاي كيو، والفضه هي اللي خرجت في شكل ايه؟ سوليد، مع خروج الايه؟ الفضه راسب في شكل ايه؟ سوليد، ماده صلبه. يبقى كده تم التفاعل ويتم. طب يا باشا انا عايز اعكس الوضع، اخلي الفضه هو اللي يحل محل النحاس. يعني اجي كده واقول لك ايه؟ اي جي سوليد اضعها في سي يو، افتح قوس، ان او 3 كل باي 2، واقول لك التفاعل ده يحدث؟ اقول لك لا، ولا يحدث حاجه. علم يحل النحاس محل الفضة في محاليل أملاح. الإجابة لأن النحاس يسبق الفضة في متسلسلة النشاط الكيميائي. يبقى هنا يحل النحاس محل الايه؟ الفضه. اقول له ان النحاس بيسبق الفضه بتفاصيل النشاط الكيميائي. وخد كده لاي سؤال باي شكل بالشكل ده، يقول لك فلان يحل محل فلان في محاليل املاحه،
يبقى ده بيقدر يحل محله. ليه؟ لانه بيسبقه في متسلسله النشاط الكيميائي. يبقى ثلاث تفاعلات: الاحلال البسيط ان الفلز بيسبق الفلز الاخر في محل بيسبقه في متسلسله النشاط الايه الكيميائي، يعني هو اكثر منه ايه نشاط فيقدر يحل محله. لكن لو العكس لا يحدث، واجي لك سؤال برضه نفس الكلام، لا يحدث تفاعل بين الفضه ومحلول نترات النحاس. ليه؟ اقول له لان الفضه بيلي النحاس في متسلسله النشاط الايه الكيميائي، فلا يحدث تفاعل لان الفضه لا يمكن ان تحل محل مين؟ محل النحاس. يعني ما اجيبش واحد ضعيف يقعد مكان واحد قوي، ده طبيعي. القوي هو اللي ممكن يقدر يقعد مكان الضعيف، يقدر يقيم الضعيف في مكانه ويقعد مكانه. وكل ما انا بقى اقوى كل ما اقدر اتفاعل، كل ما انا بقدر اتفاعل لان نشاطيتي عاليه، كل ما نشاطيه عاليه كل ما تديك قدره على الايه التفاعل. اقل العناصر نشاط هو الذهب، اعلى نشاط هو الليثيوم. تمام يا شباب؟ هي دي متسلسله. طب انا عليا ان انا احفظ المتسلسله؟ لا، مش هديك، مش هخليك تحفظ المتسلسله، ما تتحفظش اصلا. ولكن انا ممكن اتعامل معاك، اديك المتسلسله قدامك بترتيب العناصر واديك السؤال واقول لك علل يحل الصوديوم محل الحديد في محاليل املاحه. علل يحل الصوديوم محل الحديد في محاليل املاحه. فين الصوديوم؟ اهو. فين الحديد؟ اهو. هل الصوديوم يقدر يحل محل الحديد؟ يقدر يحل محل الحديد. ليه؟ لانه بيسبق الحديد في متسلسله النشاط الايه الكيميائي. طب هل ممكن العكس ان الحديد يحل محل الصوديوم؟ لا، ما يحصلش. ليه؟ لان الحديد بيلي الصوديوم في متسلسله النشاط الكيميائي، فهو اقل منه ايه نشاط. طيب ده تاني نوع من تفاعلات الاحلال البسيط. يبقى اول نوع تفاعلات احلال فلز محل الهيدروجين، تاني واحد تحليل فلز محل فلز اخر في محاليل املاح. والفلز الاولاني اللي انا بستخدمه لازم يكون صلب. الفلز الاولاني اللي بستخدمه لازم يكون ايه؟ صلب. وافعله مع ايه؟ مع محلول عشان يحدث التفاعل. يعني ما ينفعش اجيب ماده صلبه مع ماده صلبه واقول لك احلال بسيط. لا، لازم الفلز الضعيف يبقى في محلول، يبقى سائل. ومحلول ماء يعني ايه؟ مذاب في الماء. محلول ماء يعني مذاب في الماء، ما هو محلول ماء. تمام؟ اعمل له عمليه ايه؟ ذوبان، اللي هو عشان يديني محلول متجانس. تمام؟ اللي هو نترات الايه؟ الفضه. يبقى فاعل النحاس مع نترات الفضه يديني نترات نحاس مع خروج الايه؟ الفضه. ده احلال فلز محل فلز ايه؟ اخر. اخر حاجه بقى اللي احنا قلنا عليها في التفاعلات دي، اللي هي تفاعلات الاحلال البسيط والاحلال المزدوج. قلت الاحلال البسيط هاخد احلال فلز محل الهيدروجين، خلصت. واحلال فلز محل فلز، احلال فلز محل فلز ايه؟ في محاليل املاح، وخلصت. يتفضل احلال فلز لا فلز محل لا ايه؟ لا فلز. يعني هفاعل لا فلزين مع بعض اللي هم عناصر الايه؟ الهالوجينات. عناصر الهالوجينات، هي فين عناصر الهالوجينات دي؟ عناصر الهالوجينات بص كده في المتسلسله، العناصر اللي تحت دول فلور كلور بروم يود، دي اسمهم عناصر الايه؟ الهالوجينات. هنا برضو ترتيب، والترتيب برضو بنفس الطريقه، احلال لافلز محل اخر، يعني الافلز اللي فوق يقدر يحل محل الافلز الاخر في محاليل املاح. ونشوف الكلام ده بيتم ازاي. بص معايا، اول تفاعل، تفاعل الفلور مع بروميد الايه الصوديوم. ادي فلور وهنا بروميد الصوديوم. في الاول كنت بفعل العنصر ده كان فلز عشان يحل محل فلز، هنا لا، هنا بقى هفعل اللافلز
مع اللافلازو. اللافلازو ده بيكون في الجانب الاخر اللي هو البي ار ده. في الحاله دي الفلور يقدر يحل محل البروم. بص للمتسلسله بيسبقه. بيسبقه، يبقى يقدر يحل محل. يخرج معايا هنا فلوريد الصوديوم مع خروج البروم، مع خروج الايه؟ البروم. وطبعا البروم هنا ايه؟ ليكويد، لان انا قلت لك العناصر، العناصر لها حالات ايه؟ فيزيائيه. والبروم هو العنصر الثاني من العناصر اللي بيكون سائل. طب مين العنصر الاولاني اللي سائل في العناصر ال 118 اللي هو مين؟ الزئبق. ما العناصر كلها 118 عنصر، فيهم عنصرين بس سائل، البروم والزئبق. البروم والايه؟ والزئبق. عشان كده البروم هنا خرج في شكل ايه؟ ال، يعني ليكويد. طب هل التفاعل ده ممكن يحدث العكس؟ يعني هل البروم يحل محل الفلور؟ لا، نو رياكشن، مش هيحدث تفاعل. تمام؟ يبقى كده مش هيحدث تفاعل، لان البروم بيلي، لان البروم ماله؟ بيلي. لان البروم بيلي الايه؟ الفلور. يبقى الفلور يحل محل الكلور، والفلور يحل محل البروم، والفلور يحل محل الايه؟ الليد. تمام؟ كده يكون تفاعلات الاحلال البسيط خلصت. احلال فلز محل الهيدروجين، او احلال فلز محل فلز اخر في محلل املاحه، واخر واحده في الاحلال البسيط احلال لا فلز محل لا فلز اخر. واللا فلزات هم الاربعه دول بس اللي هتكلم عليهم. ما دام الفلور بيسبق يقدر يحل اي واحد من الاثنين. يعني التفاعل اللي احنا خدناه هنا تفاعل ايه؟ الفلور مع بروميد الصوديوم. طب افرض ان هو كلوريد الصوديوم، يحدث تفاعل. يوديد الصوديوم، يحدث تفاعل. يبقى شلت البروم وحطيت كلور، ينفع. شلت البروم وحطيت يود، ينفع. طب ايه الفرق بين الثلاث تفاعلات؟ سرعه التفاعل نفسه. ازاي؟ يعني قال لي يعني الفلور يحل محل اليود بشكل اكبر بسرعه، لان فرق السالبيه بتاعتهم كبيره، النشطيه بتاع فرق كبير. ده يحل محل بس بقدره ايه؟ اقل من اليود. طب ده يحل محل ده بس بقدره اقل من البروم ومن اليود، لان طبعا الفرق بينهم هو اللي وراه على طول. تمام؟ بس يقدر انه يحل محل طالما ان هو بيسبقه في متسلسله النشاط الايه؟ الكيميائي، طالما ان هو بيسبقه في متسلسله النشاط الكيميائي. تمام يا شباب؟ كده خلصنا تفاعلات الاحلال البسيط، وقدرت اتكلم على تفاعلات الاحلال البسيط وتفاعلات التفكك. ان شاء الله الحصه الجايه هنتكلم على تفاعلات الاحلال المزدوج، تفاعلات الاحلال المزدوج. تمام؟ طب قبل ما اخرج انا بس عايز ابص كده على المعادلات دي، وهنعمل لها برضه عمليه ايه؟ اتزان، ونشوف مع بعض عشان تتزن هيتم ازاي. طبعا ال N2 مع ال H2 تدينا ال H3. طبعا عشان اوزنها النيتروجين هنا داخل 2، هنا خارج ايه؟ 1. يبقى لازم ازود النيتروجين، اضربه هنا بكام؟ في 2. لما زودت النيتروجين الهيدروجين زاد، كده الهيدروجين بقى 6، يبقى لازم الهيدروجين اللي يخش يبقى 6، يبقى لازم اضرب هنا بكام؟ في 3. التفاعل ده نوع التفاعل ده تفاعل، ايوه تفاعل تكوين، برافو. طيب التفاعل الثاني هنا الميه واحده والهيدروجين واحد والاكسجين واحد. طيب عشان اوزنها، طبعا الهيدروجين دخل 2 خرج 2، ولكن الاكسجين دخل 1 وخرج 2، يبقى لازم ازوده. ازوده فين؟ في الاقل، والاقل هو هنا، يبقى ارفعه يبقى 2. لما زودت الاكسجين والهيدروجين زاد بقى 4، يبقى لازم يخرج 4. التفاعل ده تفاعل، برافو، تفكك. يبقى التفكك ده عكس الايه؟ التكوين. اخر تفاعل هو تفاعل اللي قدامي ده، وهو تفاعل ايه؟ احتراق. تفاعل ايه؟ احتراق. طبعا برضه عشان اوزنه، الكربون دخل 1 وخرج 1، الهيدروجين دخل 4 وخرج 2، يبقى الهيدروجين يزيد بقى 2. تمام؟ في الحاله ديت انا زودت مين؟ الاكسجين. الاكسجين كده عندي خرج كام؟ ادي 2 و2 4، لكن هنا داخل 2، يبقى لازم اوزن. طبعا كده ده تفاعل الايه؟ الاحتراق. يبقى كده خدت ثلاث انواع من التفاعلات الكيميائيه. التفاعل الاولاني هو تفاعل تفكك، تفاعل سوري تكوين، ثم الاحتراق والتفكك. واخر حاجه خدتها النهارده اللي هي تفاعلات الاحلال، وخدت منها الاحلال البسيط. الحصه الجايه ان شاء الله يا شباب
نتقابل ونتكلم على الاحلام المستقبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.